اكيد انت كشابة تونسية سمعت انه عنا انتخابات تشريعية سابقة لأوانها باش تصير نهار 17 ديسمبر القادم في ذكرى عيد الثورة. طبعا واكيد راك سمعت بمشاكل التزكيات وعودة المال الفاسد والرشوة والقانون الجديد هذا متاع الانتخابات، شنو رايك في اللي قاعد صار؟ والله شو نقول لك، ان شاء الله معناها الانتخابات التشريعية معناها تجيب فايدة والكل، وما عادش نراو اللي صاير قبل في مجلس النواب وفضايح مهازل، يعني مهازل صايرة. الشعب تعب، ما عادش مواطن ما عادش يحب يتفرج في حاجات كيما هكاك، خاطر مالها معناها ما باقية كانت تنقص منا، معناها كشعب تونسي عند العالم الكل. معناها التزكيات هذيك اللي عملها بطريقة غلط، إنه المواطن يزمو يقصي على خدمته سواء كان يخدم موظف ولا حر، ويمشي يشد الصف في بلدية والبلدية تقول له راهو ما فماش معناتها ما نجموش ننصحو، وإلا مثلا يمشي المعتمدية، المعتمدية مرات يلقاهم مرات ما يلقاهمش. فما فيديوهات هبطت متاع عباد تخدم في مناصب، مثلا تخدم في 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 السبيطار، هبط أمس فيديو مرأة مصورتها، ديجا عندي حتى الفيديو، قالت لما تدخل تقابل الطبيب اللي ما تمشي تصحح لما تمشي تصحح لي التزكيات، هاي ابتزاز يعني ابتزاز موجود عندي الفيديو، هبطت حتى التصويره نجم نوريك، انت تظهر في الكاميرا نوريها لك، باه ما هبط الفيديو كامل وفيه الورقه نتاع التصحاح نتاع التزكيه. قالت لها ما تدخل تقابل الطبيب ما تمشي تصحح، ما تزكي ما كاينش ما نخليكش تقابل الطبيب. يلزم اليقظه ويلزم المواطن ما يعملهاش، إذا المواطن ياخذ 20 دينار نسمع فيها انا، وقالك 20 دينار وزكيني 30 دينار، هاونا السبب احنا باش نبقوا نعيشوا فيه قبل بعد، اظن باش يصير لنا دمار بعد، وبعد تاني نقولوا هاي الغلاء الدنيا غاليه، بعد تاني نقولوا الدوله ايش داخلها؟ خلاص بيع في روحك انت، ليش بيع في صوتك ب 20,000؟ ليش بيع في صوتك ب 30 دينار؟ او احنا هو انت تذبحوا وقت الشعب وانت تذبح، انا ما نبيع، علاش روحك ودي؟ يا ودي اعمل، لازم تكون عندك عقليه، لازم تكون عندك قوه شخصيه، علاش روحك تبيع؟ هذيك هي هذاك السبب، احنا وقت هذاك الانهزام نتاع الشعب يبدا من هذاك، هذاك هي تبدا من نهار هذاك، اكل بيع ويشري، فهمت ولا لا؟ هاي زكيلي هاي 20,000، هاي 40,000، هاي 50,000، وتبقى البلاد ديما في الدمار، ما تبقاش القدام خلاص الى يومنا يبعثون. الغلطه من الرئيس وقت اللي خذا في قرار 25 جويليا، وقتها يلزمك الرؤوس الفاسده والناس اللي قاعده تحرض، فهمت ولا لا؟ راهو حطهم في الحبس وحاسبهم وكل شيء، راهو ما كانش هكاك ثم، فهمت ولا لا؟ الماء مبزع على البطيخ، واحد كل شيء، كل واحد يعمل اللي في مخه، كل واحد يخرج وقت اللي يحب ويتكلم ايش يحب، البلاتوات مسيبه، هذاك شنو اللي خلى الشعب التونسي يتراجع لتالي؟ من المفروض يعملوا حاجات اخرى خير من الحكايه هذه نتاع التزكيات، خاطر ما ثماش انسان يوصل للدرجه انه هو باش يعمل 400 تزكيه منها وما يكونش صحيح، زاد ما انا يكذب على روحه اي انسان باش يوصل ل 400 منها، ما المطلوب والتناصف من نساء ورجال، منها 200 نساء و200 رجال، شكون باش ينجم يعمل هذه؟ راهي تعجيز بلغه اخرى، منها حكايه تعجيزيه، ماهيش ليس الا ان هي ثم حاجات منها قاعده ترجع مثلا بالفلوس، منها تشري في منها تبيع وشري منها الحاجات هذه، منها التزكيات هذه تشرى بالفلوس، وثم قلبات فيها منها حاجات منها قلبه منها ينجم يعمل قائمه في عباد ماهيش صحيح. بالطبع هذا ما وقع، فهمتني، في تنكيل الشعب في القوت نتاعو، هي سياسه فهمتني لهذا الغرض، احنا شفنا في شارع حبيب بورقيبه تزكيات بالاموال، يمشي يعمل تعريف بالامضه نتاعو ياخذ 200 دينار، شفنا، لكن ما نجموش نتكلموا، عندناش سلطه احنا، هذا الشعب راها ومن ينكر ذلك؟ الانتخابات اللي مش تقع فهمتني بالتزكيات بمقابل اموال صرفت، منين جات هذه الاموال؟ لذا الاموال هذه من العشريه الفاسده التي حكمت في تونس. هذا كل معناها كله لو كان رجعت الشرعيه كما رئيس الدوله الاول اللي كان، ما كانش الشيء هذا معناها نورمالمون، يبقى هو معناها السيد المخ، تبقى الدوله هي شاده كل شيء. شنو هذه ولد بيع واشتري بيع واشتري بيع واشتري، وبرشا فهمتني ولا رؤساء بلديه بكلها فهمتني ولا اموال كل طايله واموال فاسده، يقول كاني ركبت
زيتونه ما عرفش بكذا وهني زرعت كذا وهني ما عملوا حتى شيء والدنيا كلها تكوه. هو من وقت لي من وقت 2011 هي على بركان باش تبقى على بركان، خاطر كل واحد يكور على نفسه، معناها كيما نقولوا نحن كل واحد يلعب على جامعته. معناها لا همهم الكرسي، معناها انا اعطيني كرسي وامور المواد ذاك ما عندوش ذاك الجيعان ذاك المحتاج ما عم باليش بيه. معناها انا وقت في وقت اللي يجيني انا وقت اللي ظل حاجتي بكرسي نجيك، ظل سامحني بالكلمة ظل حسلك ريش نعمل ريش تك 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 تك. معناها وصلت خديت الميكرو هذاك حتى السلام عاش نقولها لك، معناها جيب لي اي معناها معتمديه ولا اي حمى شعبيه في تونس ولا حتى لهنا، معناها ابار معناها وقت اللي جو وقت اللي شافوا سياسيه في الانتخابات جيب لي واحد معناها اللي تصور في بالك يقول لك بعد السياسي هذاك راهو رجع لي بالانتخابات. هي باهيه انه يكون عندنا برشا احزاب وتكون فما تعدديه والكل، اما في نفس الوقت لازمك الاحزاب تجيب تكون عندها فايده في المجلس غاديك ما تكونش. احنا في تونس عندنا احزاب ذات فائده؟ والله حسب ما شفت قبل قليل نادر، معناه باش تلقى شخص، يعني مش نحكي كحزب كامل، يعني حزب كامل باش تشوف الافراد الكل صالحه والكل مستحيل، حاجه مستحيله انه تشوف شخص معناه باقي يبذل فيه مجهود باش يرتقي بهك الحزب هذاك ويعطوا معناها منتوج باهي للشعب وكها. هو تو على الاقل توصل لك صوتك، اذا كان فما مترشحين راهم يخدموا في البلاد باش ما نظلمش حتى حد، الله اعلم. انا تفعلوا خير تجدوه، يعني فما عباد تخدم في البلاد، يعني هو شنو المترشح هو باش يمشي في المجلس باش يوصل لك صوتك، باش يوصل لك صوت اللي هي كي غلات هذيك كذا، على خاطره هو ماهوش كما قال الراجل باش نضوي على العباد كل، يلزم توصل له المعلومه من عند اخي هما راهم باش ينوبوا الشعب باش يوصلوا المعلومه للحكومه، هذيك هو باش تفيده، على خاطر هكايا مش قاعده يوصل في صوت حتى حد. انا والله اللوم على الانسان اللي ياخذ فيها العمليه هذه، انا اللوم عليه الانسان، هذا هو سبب دمارها من نهار هذاك، وبعد يجيكم يقول يعمل لك مظاهر يقول لك اللي غلى الاسعار، ها هو سببها انت، تاك انت سببها، ما تنتخبهاش علاش تزكي فيه؟ ما تزكيش، هذا هو. برشا اليوم مواطنين وسياسيين وحتى متداعمين لمسار 25 جويليا ومتداعمين لرئيس الجمهوريه اليوم مع تاجيل هذه الانتخابات التشريعيه، انت شنو رايك؟ والله انا ما انا لا انا ضد الحاجات هذه. احنا نجربوا توا ماذا بينا في اقرب وقت، شفت الرئيس كيفاش ما اخذاش قرارات بعد 25 جويليا تباطى شويه، ريت كيفاش تغلبت علينا تغلب علي الشارع مكة التباطى نتاعه. لا ليس ليس اللي نقولوا احنا لابعادها الانتخابات هذه، يلزم نعملوها في وقتها ويلزم نتحملوها في وقتها ويلزم نكونوا كل علاش ما عادش وقت ما عادش. شوفي انت في البلاد شوفي في الحاله، البلاد على بركان، البلاد على بركان، البلاد تغلي، يلزمنا في اقرب وقت احنا هذه تاجيلها انا راه غلط. والله مع التاجيل باش تبدا تكون على منهل الانتخاب يكون انتخاب صحيح، ما الخطر الوقت هذا اللي باش يعملوا فيه تزكيات وربما ما تحضرش خاطر قاعدين يوخروا، فهمتني؟ والوقت منا قاعد يضيع، منا من المفروض بصراحه توخر خير. اول حاجه لازم ينحي يبدل القانون نتاع التزكيه، اللي حاب يزكي زكي بعدين الصندوق يجيب. يعني يلزم مشى يعني بالله سامحني تو انت انا كموظف باش نمشي نزكي انا عبد لازمني نقصي على خدمتي. نخرج من الخدمه ونخلي عباد مطيشين ما نقضي لهمش مصالحهم باش نمشي انا نصحح. تقول لي سبت واحد محلولين، نقول لك انا سبت راني عندي صغاري وعندي مرتي وعندي قضيه داري وعندي حركتي وعندي كذا، سبت واحد راهو العباد مش باش يمشيوا البلديات يصحوا باش يمشيوا يشدوا الصف، هذه حاجه. التزكيه غلط ويلزم ينحيهم ويطيحهم، واللي يحب يزكي صح في ورقه ويعطيها وبعدين الصندوق يجيب. هذه بخيمو، سينو راهي قاعده تمشي على فكره تباع، وصلت الورقة وصلت تصحيح الورقة وصلت ب 400,000، نعطيك فما عباد فما أحزاب عندها فلوس قاعدين يزكيو قاعدين هما ما ينجموش يترشحوا، رشحوا ولادهم بحكم عندهم فلوس، إجا برا امشي لمد لي 100 تزكية وإجا خذ فلوس، ما يقلقوش كي يحط 40 و 50 مليون خاطر ما عندهم فلوس. يعني المال الفاسد رجع يدور وقت الانتخابات. أكثر من قبل، يعني وكان نحاها التزكية
بالمضى راهو ما يدورش هذايا.